Hello les amis, صباح الخير عليكم. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les فيها غادي نتحول من هاد الحالة هادي لأسا. Donc voilà, غنوري لكم my natural makeup look اللي كندير تقريبا كل نهار. J'espère يعجبكم. C'est parti. Ouais, mais quand même je suis à l'hala, laisse me chuter des abonnés. Bon, اول حاجة غادي نجي دابا نشد شعري بامون بحال هكا. غير باش ما نوسخوش بالميك اب. فوالا. و غادي نبداو. الوغ اول حاجه بيان سور فلاروتين ديالي تاع الميك اب هي ترطيب البشره. غادي نعاود نوريه لكم لو برودوي اللي كنرطب به البشره ديالي هو السيروم تاع ناري من كوزميتيك. سي ني با ان بارتناريا جو تيان ا لو بريسيزي. سيروم كنشري بفلوسي دونك فوالا. هذا سيروم واعر فيه الميل دارغون مهم خليط من الزيوت اللي كيرطب لكم اون بروفوندور البشره ديالكم. سي ان برودوي ماروكان سيده مغربيه وانا جو سوي بور تشجيع تاع الماركات المغربيه والناس المغاربه اللي كيطمحوا واللي كيديروا بحال هكا هذا تاع لي ماركاتنا تاع البرودكت. دونك فوالا سيروم تاعنا لي مان كوزميتيكس فريمون واعر. دونك غادي نجي ندير اون باز من فوق تاع من فوق السيروم اللي درت اللي رطبت به وجهي اللي غادي تثبت لي فريمون الماكياج ديالي واللي غيخليه ما يديبلاصاش كل لا جورني ما يتخسرش وجهي ما يزيدش اكسيتيرا. لا باز اللي كندير تقريبا كل نهار هي هذه ديال هدى بيوتي لا مات بيرفيكسيون. ديرو غير شويه باسكو لي ليكيد. فوالا ندير في الوجه كامل ديالي. هادي اون فيت من غير انها تزيد الهيدراتاسيون كتماتيفي لو تا او اوسي كدير واحد لي في فلوتور لابو ديالكم ما كيبقاوش يبانو لي بور ما كيبقاش يبانو بزاف لابو غرانولوز كتولي فريمون تبان ليس. دونك بعدا داكشي كتعجبني بزاف هاد لا هاد لا باز لو فون تاني غادي نستعمل واللي كنستعمل هاد لي ماس فريمون كل نهار جو سي كي ما مزيانش ندير ان فون تا كورون كل نهار مي بون انا جو الفي. سي لو اون نايتر تاع اوربان ديكي. علاش اختاريت هذا بالضبط باسكو في الاول كنت كندير كندير ديال هدى بيوتي سوف كو فاش قريت اون فيت لا كومبوزيسيون باش هذا تصايب باش تصايب هذاك ديال هدى بيوتي ديال هدى بيوتي عامر بالسيليكون وعامر بدي تخيك ابغازيف بور لابو. اوربان ديكي هي ماركه اللي هي فيغان كيستعملوا مواد اللي هي طبيعيه سوا ديزون طبيعيه ما كيديروش بزاف تاع البتروشيمي المواد اللي مصايبين بالبترول اكسيتيرا. دونك داكشي علاش حيت الهدى بيوتي من الروتين ديالي اليومي وبدلتو بهذا تاع اوربان ديكاي لو اول نايتر سميتو. تقريبا نفس لو بري. انا لاتان ديالي هي 3.0 سي ان فونتان اللي كيتوكسيدا شويه عمركم. الوغ واحد النصيحه فاش بغيتو تشريو الفونتان ديالكم في المغازان جربوه ما تشريوهش ديك الساعه سيرو خرجوا ضربوا دويره حيت لو فونتان كيتبدل ليه اللون. كاينين دي فونتان اللي كتبدل ليهم اللون فدابا هذا في الاول كيكون نفس اللون ديال الوجه تصيط فيه صراحه ولكن المهم سي با ترو ميشان كيكون نفس اللون تاع وجهي ديالي او او فور ا ميزور كيبدا بحال كيغمق واحد الشي شويه ميم انا سا مي ديرونج با حيت سا مي دون لير ما كنبقاش بلقى بزاف كيعطيني شويه الالوان في وجهي دونك سا مي ديرونج با. مي كاينين دي فونتان شي مرات كاع تيوليو اورانج. دونك النصيحه اللي غادي نعطيكم قبل ما تشريو ان فونتان جربوه او ماغازان خرجوا ضربوا به دويره شوفوا راسكم في المرايه بان لكم اللون ما تبدلش خذوه بان لكم تبدل باسي فوت شوما ولا خذوا اون تانت بلو كلير. انتما شتو كتشوفوا فريمون اكزاكتومون اللون ديال البشره ديالي بون لو فونتان سي بون كيما كتشوفوا اللون ديال البشره ديالي توحال ما بقاش يبانوا لي سيكاتريز ما بقاش يبانوا العيوب اكسترا كيبان ليا بلي اون كاميرا كيبان بلي وجهي باقي فونسي على العنق ديالي هنا وي العنق ديالي سي با كان رياليتي غير دابا الضو اللي كيبين هكاك. الوغ دابا غادي ندوزو ليتاب ديال لونتيسير. لونتيسير اللي كنستعمل انا هو هذا ديال سيفورا راكم ديجا شفتوه جو بونس في دي فيديو سابقين. كنستعمل هذا حيتاش إلي فغيمون بيان وصراحة لو بخي ديالو مناسب بزاف. كان صراحة ديال لان وان عسيت عليا ولكن شتو هاد ليامات ولا يولي ليا أورونج تحت لي زو جو ني با كومبخي بوركوا ودابا رجعت لديال سيفورا. إي فوالا دابا غادي نجيو نثبتو هادشي كامل بالبودغ. الوغ لا بودغ لي انايا كنستعمل بزاف هاد ليامات من نهار صراحة لي غوسيو من نهار تيكومونسي على لوتيليزي تا شي بودغ خرا معاودات قنعاتني هي هادي جست بيتش ديال تو فيست. علاش بالضبط هادي اللي كتعجبني حيتاش انا عندي هنا عندي انايا البشره الدهنيه اميكست عندي هاد البلايص هادو في الشتا كينشفو شويه وكيولي فريمون يتقشر الا الا ما جليزي با ايدغاتي مزيان. اي بودر كنديرها تحت عينيا ولا كنديرها في الشتا الماسيش لابو كتولي فريمون تري والدو كيتبدل الشمس كتخرج واو
كتولي تري سيش. هذه لا بودغ الوحيده اللي فريمون كدير ليا داك لي في فلوتور داك لي في بارفي بو بارفيت بلا ما تاسيشي ليا لو كونتور دو دي زو ولا لا بون جينيرال. ديال هدى بيوتي في الاول كانت كدير ليا هكا مي او فيغ ا ميجور دي زوتيليزاسيون ولات كتاسيشي ليا بلا قياس لا بو. ديال كات فون دي لا ميم شوز بزاف تاع لي بودغ عندي كيديروا ليا هادشي ديال فينتي بيوتي حتى هي لا ميم شوز واخا اي لي با هكا اي لي كومباكت مي حتى هي ال ماساج انورمون لو كونتور دي زو كنديرها هي في لو فيزاج. هادي سي لا ميور عرفتي كدير ليكم كتاكل ليكم كاع لي بور كاع لي زامبيرفيكسيون الا بقات شي امبيرفيكسيون باينه مع لو فونت. هادي زوينه بزاف وتستاهل بزاف ثمنها وشوفوا راه سي ان غران بو جو سي با سي فو روند سي فو فو روندي كونت دو لا كونتيتي ولكن فريمون 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 زوينه بزاف. و غادي ندير البيكينغ هي شويه هنايا هوب هنا في بلاصه لي بور راكم جو بونس وليتو عارفين التقنيه ديالي. Alors, je tiens à préciser que c'est effectivement le make-up que je fais tous les jours, les étapes que je fais tous les jours. Mais moi, je fais un peu de mzrouba, bien évidemment, je fais un peu de mzrouba. Je fais un fond de teint, je fais un peu de poudre ou de rien, mais je fais un peu de choses d'autres. Ou d'abord, je vais doser les sourcils, etc. Je vais vous dire que je fais mes sourcils, mais tellement vous m'avez fait la remarque sur Instagram, ou sur YouTube, je fais un peu de choses d'autres. Je fais un peu de choses d'autres. بطريقه تري ناتوريل بيان ايفيدامون حيت شنيت ما كنتش كنصايبهم باسكو جو نيمي با ترو لي فيك سا فوزي سا كي نقول لكم كي كان كيرد ليا وجهي ان بو اغريسيف فاش كنصايب حجباني. دابا كنصايب حجباني بلو كريون تاع بينيفيت لو بريسايز لي ماي برو و بون تانت كي تري تري كلير على ماكارناسيون ولا على مي شوفو باسكو فاش كندير لا كولور لي نيت نورمالمون خاصني ندير تي ما عرفتش انا ما تعجبنيش راسي حتى نتوما براسكم ما تعجبكمش كتقولوا لي ناري تو ترو فونسي تي سورسيل الوغ كو با دو تو كندير غير اللون ديالهم. دونك فوالا انا هنايا جوتيليز لا تانت نيميرو 3 لي سي هادي كتناسب فريمون الناس اللي عندهم لي شوفو بلون صندري. دونك فوالا غادي نجي وكنرسمهم فريمون تري تري ليجيرمون اون دوسور. D'abord, je vais doser mes yeux. Et mes yeux, je vais dire que c'est le Sarah. Je vais prendre ma palette de teint d'Ali. Je vais prendre un pinceau estampeur. Je vais prendre soit le bronzer, soit le blush. Je vais prendre le blush violacé. Hop, un pinceau estampeur. Je vais prendre le pinceau estampeur. Je vais prendre le pour réchauffer ou donner un peu de couleur à l'ouge d'Ali. Ou quand j'ai une gel eyeliner ou bzaf que nous varie ni chauffoni que parce qu'un gel eyeliner c'est lui qui te comme t'as il y a pas plus simple quand c'est l'eyeliner de Sephora c'est pas le meilleur ça le hamant comme je disais bien c'est comme bien ou l'eyeliner de Flormar les d'ailleurs tu as 50 dirhams ou là tu as 200 dirhams le feutre ouais ertena la gamme je ne sais pas et donc ça en fait il est pas précis ou qui prédit comme t'as un lookat bien là parce que vraiment tu dois mettre bien le wolf que tu parles je sais pas que je suis capable de faire quand j'ai mon eyeliner فواري. دونك انايا الطريقه ديالي تاع ايلاينر باش نيت يجي سيميتريك شنو كندير كنبدا بلا فيرغول كنجي هنايا كنطراسيها بحال هكا كامسا كنطراسيها هي الاولى كنجي هنايا كندير الثانيه كامسا فوالا باش كيجيو بحال بحال ابخي كنشد من هنايا لا فيرغول وتنهبط لو تري يا سبحان الله حتى النهار جيت نوريكم كيفاش كندير الايلاينر ديالي الايلاينر نشف كندير ندير لو تري وانا باش تبان اون فيت العين ديالي كبيره بوغ اكونتي داك لي في كات اي كنجيب لايلاينر حتى لداخل العين هنايا لو تري اون فيت كنبدا فريمون من الانر كورنر لا ميم شوز بوغ الجهه الاخرى. دونك فوالا بوغ لايلاينر اتس دان. دابا غادي نجي نحيد ليكسيدون تاع لا بودر لي عندي هنايا كوم سا ليجيرمون وكنأكد ونعاود ونعاود ديما فاش تجيو تحيدو لا بودر فريمون ما عمركم ديرو هكا ديما ليجيرمون بحال هكا. دونك راكم عارفين بلا واقيلا ما نقول لكم بيتر ذان سكس ديال توفي تقلع لي شي خمسه وداك التيروار كنشري غير هو وكنستعمل غير هو
دونك دابا غادي نعاودو نرجعو لو تان وغادي نديرو برونزور غنديرو كونتورينغ شويه هكا خفيف بلوش اي هايلايتر و بوغ سا كنستعمل هاد لاباليت هادي ناتورال فيس كتبان بالضوء هادي ناتورال فيس ديال تو فيست زوينه بزاف وشوفوا عفاك الباكاجين كتحمقني ونديرها بيتي بيجو دونك غادي نجي ناخذ مون بانسو تاع البرونزور و كنستعمل هذا لو ساني هاني كنبقى نزيد شويه بشويه حتى كيعطيني داك الريزلت اللي انا بغيت ما ديروش وديروا بزاف ديال لا ماتيير دقه واحده شنو غتحلو في لي ستومباج غير فريمون غيدير لكم واحد لاطاش غادي نجي ندير شويه في الجبهه ديالي بوغ شوفي ان بو مخاش بان قبل اللقاء فوالا دابا غنديرو لو بلوش و لو بلوش كنستعمل هاد الجوج هادو كندمجهم بيناتهم نبدل البانسو هاهو دونك غادي نجي كنستعمل هادو بجوج و دابا لايلايتر غادي نجي ناخد هاد لاني ديال لا ميم باليت هوب لو ستار لايت جيسبيغ كو كيبان ليكم غوزال هاد لايلايتر ديرو شويه هنايا راكم عارفين شويه هنا اي فوالا ودابا اخر ايطاب اللي هي لابوش على حساب اشنو غادي نلبس وعلى حساب المود مي غروسو مودو هذا هو ماي افري داي ميك اب لوك وماي اوسي سيجنيتشر لوك حيت ديما كتشوفوني بلاي لاينر اكسترا دونك نورمالمون هذا هو الميك اب ابخي لو روج اليف ديما على حساب شنو كنلبس دابا راني لابسه ان او روز دونك جوبونس غادي ندير ان تروك هكا دون لي طون روز فيولي دونك امشي نجيب لي Les rouges à lèvres, on a déjà. Hop, bon, retirez des rouges à lèvres pour rester quand même dans le nude natural makeup. Retirez les 3 rouges à lèvres. Retirez le numéro 13 de Sephora Rocum Cam, Linka Safo, Romarouf et tout. La blati, le numéro 13. Retirez le numéro 6. Il a 4 chouffous qui ben nous le coupe très bien, mais il est plus clair, plus mauve, il est plus bois de rose. Retirez aussi le Trophy Wife de Huda Beauty. Là, je pense que je suis sur le. 06 ديال سيفورا je pense ديرو نيت 06 ديال سيفورا باش تشوفو حيت هاد لو معروف بزاف معروف لو نيميرو 13 وكاع كيجينو لو 06 بوكو ميو هانتوما تشوفو اي فوالا لو طراباي شتو اللون راه دابا je pense كيبان فريمون مزيان على كاميرا سي ان اسبيس دو نيود روز كي تير فيغ لو موف فريمون لون واعر تيعجبني كيجي تري ناتورال كيجي كي جيك تيكيت لو ميك اب تيرميني جيسبيغ يكون عجبكم ما درت لا فيديو تشارك معكم في انستغرام وتقريت بو ميساج وديما كتقولوا لي انه هيلا كيفاش كديري لو لوك اكسيتيرا كنت باغا ندير لكم سوغ انستغرام و جو بونس غندير لكم اون بيتيت فيديو هكا سوغ انستغرام مي قلت هاد لوك هذا يستحق انني نجلس ديفون لا كاميرا نفسر لكم سو كل وحده والطريقه ديالها دونك فوالا جيسبيغ الطريقه ديالي انا تكون عجبتكم نكون بسطت لكم فريمون لو ميك اب وهذا هو الغايه اللي ديالي من هاد لاشين هادي هي نعطيكم كاع التقنيات وكاع داكشي اللي تعلمتو اترافيغ الكورسز اترافيغ داكشي اللي كنت خدمت افيك سيفورا اترافيغ كاع مون اكسبيريونس نبسطو لكم ونعلمو لكم هنايا سوغ لاشين ديالي دونك الى كانت عجبتكم هاد لا فيديو نوبليي با دو مي ليسي لايكات وشجعوني وخليو ليا كومنت باش تقولوا ليا كيفاش جاكم لو لوك تابوناو وشاركوا القناه الا مازال ما شاركتوش لها وديما كنسى اكتيفيو لا كلوش دو نوتيفيكاسيون داك الجرس اللي تحت اللي كاين حدا ابوني ديما اكتيفيوه باش كي نحط لكم اون نوفيل فيديو سوغ لاشين طلع لكم اون نوتيفيكاسيون تيقول الخبر بلي راني حطيت لكم دو نوفو كونتوني سوغ ما شين سوغ سو جو فو لاس جو فو في دي زينورم بيزو نتلاقاو تري 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 فيت ان شاء الله بوغ اون نوفيل فيديو سوغ ما شين غو بيزو باي